يا ترى أميرتي هلا عم تاكل فطورة؟ صحة وهنا. خالي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أوبا. خالي حبيبي صار محامي؟ هاي الشغلات ما بتصير بهالسرعة يا أميرتي. حطي خالك بوسة. كيف كان امتحانك؟ كان منيح. بتعرفي شو؟ دوغان يانار طلع مثل ما تخيلته تماماً، ما خيب لي أملي فيه. يعني فيني إلك مبروك هلأ؟ لا تتسرعي لحتى تطلع النتيجة يا أمي. طيب ماشي، يلا يلا عادوا. يلا صبيت لكم شاي. جيهان صبيت لك شاي يا ابني، تعال. جيت جيت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أخي حبيب قلبي، كيف كان امتحانك قلي؟ إن شاء الله كان منيح. ما خلص، لسه في عنده امتحان تاني. يا عيوني أنت بتعرفي بالموضوع؟ لساتك صغيرة وبتعرفي كل شيء، ها؟ يلا عود. استني أنا رح شوف مين. ماشي. كيفك يا جيهون؟ منيح. شو صار بمصرياتنا؟ ربحنا شيء؟ ما خبرتنا، حملنا حالنا وجينا. رح نربح يا صالح بيك، بس لازم نستنى كم يوم لو سمحت. اسمع يا ولد، هدول المصاري ديناهم من رفقاتنا، لهيك لا تخجلنا معهم. استغفر الله يا صالح بيك، شو هالحكي؟ أنا ما بيهون علي، مثل ما وعدتكم مصرياتكم رح يتضاعفوا. قيمت يا ولد، قلي بأقرب وقت. هي الجهة الجنوبية ضاربة فيها الشمس، هذا البيت لألكون؟ ايه يا صالح بيك، أنا عم أربح عن جد، بس عطيني يومين مو أكتر. يعني في شغلات رح تحصلها، منيح، معناها ناطر منك خبر. أصلاً لوين بدك تهرب؟ إذا ما أخذتهم منك أنت بأخذهم من عيلتك. مصاري غاليين علي كتير وحلوين كتير، ويكون بعلمك إذا عبيت اللي جيبتي بأسرع وقت رح كون مبسوط. يلا سلام. مين اجا يا اخي؟ هدول جماعة الشغل. شو صار؟ صاير شي مو منيح يا ابني؟ لا ما في شي، كان بدهم يعملوا احصاء بالمصنع، مشان هيك هنن اجوا على البيت بس لا يخبروك بهالشي. بلا، شو موبايلك منزوع؟ هو بس كفوا اكلكم انتو، انا رح روح، خليني على القليل اشوف المصنع، رح اجي المساء. هذا الولد واقع بمشكلة، أنا بعرف. أنا رح حاكي، لا تشغلي بالك أنت. خير إن شاء الله. أنا ما فهمت، بلكي الكل نجحوا بالاختبار. ما بعرف، ممكن فكرت بهالشي كمان، بس بالنهاية دوغان هو اللي بيقرر. شو رح يعمل بالمرحلة الثانية؟ ما بعرف، رح روح ورح شوف. اختي لما تبلشي تدريب رح تتركي شغل العقارات؟ يعني رح يكون صعب علي، بس بنفس الوقت مضطرة ضل فيه. وقتها رح تطلعي مصاري منيح؟ طبعا. انت لا تشغلي بالك ولا تفكري بالموضوع ابدا، ركزي على امتحانك. انا جاهزة للامتحان ونتيجة الفحص كتير منيحة. حلو، خليكي على نفس المستوى، اوعك تستسلمي. أنا لازم جهز حالي وأطلع بعد شوي. أنا خبرتك بتتذكري؟ في بيت إله شهرين ما عم ينباع. إيه إجا زبون ورح روح شوفه هلأ. أوه كتير منيح، إن شاء الله تكون حالة البيت منيحة. إذا انباع رح نرتاح كتير، وقتها ما رح تضطري تلعبي دور الأخت الكبيرة، على القليلة رح نرتاح شهر أو شهرين. أختي أنا بحب شغلي ومتعودة عليه، وأصلاً مو حاسس إنه متعب. Thank you.
أختي؟ مروة إلى فترة بتنق إنه نلتقى، بقدر ضل عندها اليوم تسمحي لي؟ منشوف بانو، بس إلي زمان قاعدة بالبيت وما طلعت ولا على مكان، لو سمحتي. إذا هيك بدك معناتها قولي لمروة تيجي لعنا هي. يعني ما في طلعة إلي، يعني أختك ما بحق لها تنبسط شوي؟ الله يسامحك يا أختي، لو سمحتي. أختي حبيبتي، بدي أطلع شوي. طيب ماشي، بس بتخلي موبايلك قريب منك. شكرا، أنت أحلى أخت بالعالم يا حبيبتي يا أختي. يلا أنت قومي جهزي حالك وأنا برتب. طيب ماشي يلا. طلعتي كتير بكير، شو وين كنتي؟ خبروني السيكوريتي إنك طلعتي بكير. أنا كان عندي شوية شغل. أيوة. وشو هالشغل اللي عندك؟ أحكي لأشوف. رحت وقدمت طلب لمكتب الحقوق يلي بدي أتدرب فيه. بس أنا دبرت لك مكتب إلهامي بيك، مو هيك؟ بس أنا بدي روح على المكتب يلي أنا اخترته وحبيته. تمام، مثل ما بدك. وأي مكتب محاماة اخترتي قولي؟ يا نارتان للمحاماة. بس هذا الزلم اللي رفع علينا دعوة، وانتي بتعرفي حكينا قدامك عنه. ايه بس هنن ما عندهم مشكلة معي. الموضوع انتهى، خلاص رح دور لك على مكتب تاني. يا نارتان شركة اي محامي بيتمنى يشتغل معه، ما رح اتخلى عن هالفرصة لانك على قضية معهم. هاي لا، بكفي. تمام، تركيها يا حبيبتي، تركيها، خلي البنت تحكي على كيفها. بعدين مو انت يلي غلطان؟ الله يسامحك يا بنتي، حكيك هذا عن جد قهرني كتير. انتي مع اي طرف احكي؟ انا مو مع ولا طرف. شو قليلة ذوق. خلاص تركيها، عدي مكانك، لا تضغطي على البنت. تركيها، شو صار لك؟ شو يعني لا تضغطي عليها؟ انا زوجي ممنوع حدا يقلل من احترامه مين ما كان، حتى لو كانت بنتي. معلم انت شو عم تعمل هلا؟ عظامي صدت، طبيعي يصير هيك من كتر القعدة على اللابتوب. حاليا عم بتمرن، شو شايف؟ وشو عملت باللابتوب؟ ما في شيء اعمله. اتصلت بالصيانة، طلبوا مني سعر ادحق الجديد، بس بلش تدريب رح اشتري واحد جديد، هلا رح ادبر حالي. انت عم تقول كم يوم؟ ولما يعرف المدير انه ما معك مصاري رح يقلعك على ازمير. انت هيك شايف الموضوع؟ خلص ما تاكل هم شيء بنوم. كيف يعني؟ برافو عليه، فهم فوراً أنه رح يتورط بمشاكل. لو شفت مديرك قديش كان مطيع وأنا ما ضغطت عليه، لما قلت له رح ضل أسبوع قال لي رجاءً رح تكون ضيافة منه، وأنا طبعاً ليش لحتى قال له لا؟ أنا قبلت العرض طبعاً واتفقنا بالآخر. يخرب بيتك يا ابن عمي، عن جد أنت صاير بتخوف، مع أنه كنت هيك أنت وصغير، كنت تاكل بوزة بعدين تمثل أنك عم تسفرغ مشان ما تدفع الحساب. حبيبي هاي الحياة لازم تكون قد ودود. Sharp.
خدينا نشوف. برافو عليكي. أهلا وسهلا يا خالي. أهلين يا ابني، جوعان شي؟ أعمل لك شي تاكله؟ لا أمي، أنا رح أغسل وشي وإيدي ونام شوي. من هلأ ابني؟ نوم شو بالله؟ عود هون لشوف وشك ابني، عود هون. شبك؟ يلا عود هون. دلارة، شبعتي أنتي؟ من زمان. شو عم بتقولي؟ معناتها روحي على غرفتك فوراً واختاري حكاية حبيبتي، ماشي؟ تمام. يلا يلا، برافو حبيبتي. ابني عود هون، عود، خليني اشوف وشك دقيقتين. ما فيني شي امي، تعبان شوي بس. لا بلا، في فيك شي يا ابني. انا بعرف كل ما انت تبعد عيونك عني بيكون صاير شي على الاكيد، والمصيبة يلي جايب لنا ياها هالمرة موضوع كبير. جي هون. كبير يا أمي، تصرفت بغباء. شو صار؟ للأسف حاولت أشتغل مع عالم ما بعرفهم أبداً. شغل شو هاد يا ابني؟ لا تشغلي بالك أمي، ما نو شي سهل لحتى ينشرح، لا تهتمي. لا تجنني جي هون، شرح لي شو صاير. يلا شو؟ أنا أخذت سلفة من حدا، كنت رح أدفع واحد وأكسب خمسة ورجع المصاري اللي أخذتهم من الزلمة ضعفين وكفي حياتي طبيعي، بس ما مشي الحال. جي هون، أنت خسرت مصاري الزلمة، يعني الزلمة يلي إجوا الصبح لهون لعنا، شو قالوا؟ شو بدهم يا ابني؟ شو بدهم يقولوا يا أمي؟ شو بدهم يقولوا؟ أجوا لهون شو بدهم يقولوا؟ بدهم المصاري اللي أعطوني إياها. قديش المصاري؟ كتير يا أمي، المصاري كتار. طيب لأي حد؟ أمي أنا رح حلها، أنا رح حل الموضوع، أنتوا ما دخلكم، رح حل كل الأمور. كيف رح تحلها؟ كيف؟ فهمني. الزلم إجوا على بابنا، بيعرفوا بيتنا، بركي صار لك شي أنت أو لأخوك أو لبنت أختك. أنت بتعرف أنا شو رح يصير فيني وقتها؟ أمي تمام، أنا رح حل كل شي خلاص. لا كيف رح تحله وأنت ما عم تدفع الدين يلي عليك؟ أنا بعرف يا أمي، بعرف 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 بعرف. شو رح نعمل هلأ؟ آخ يا ابني، شو بدي أقول لك هلأ؟ شو رح نعمل نحن؟ أنا رح لاقي حل أمي. شو بدنا نعمل؟ رح حل الموضوع. ما عم بفهم ليش بتقفلي الباب. كم مرة نبهتك؟ افتحي الباب يلا. هايلا، شو بدك امي؟ هلأ رح تروحي وتعتذري من تحسين مشان قلة الأدب يلي عملتيها. تحسين بيكون زوجي. والله أنا ما رح أعتذر من حدا بنوب امي، أنا قلت الحقيقة. كذبت شي؟ غيرتوا علاقة المنتجات يلي بتوزعها الشركة؟ معقول هذا الشي امي؟ شبك وطي صوتك، بدك نتقلع من هون يعني؟ اي الصفة اللي قلعنا اذا بده. بعدين اذا كنا انا وانتي سوا رح نلاقي السقف يحوينا، انتي ليش خايفة لهالدرجة امي؟ فهميني شبك. لا تكوني غبية، ما معي حق خاف مو؟ هي الحياة اللي عم نعيشها، اذا منشتغل لنموت ما رح نقدر نعيش مثلها، فهمي هالشي بس. شو؟ حكي كذب؟ مين دفع تكاليف الجامعات الخاصة؟ مين عطاكي سيارة؟ حتى تيابك تحسين اشتراها. تحسين أنا أخذته بأظافري وما رح أخسره مشان غرورك الأعمى. أمي بكفي خلص، ولا كلمة خلص. هايلة يا حبيبتي، تحسين أعطاك الأبوة أكتر من أبوك الحقيقي، نحن ما منقدر نوفي حقه. هلأ رح تروحي وتعتذري من أبوك. يلا لشوف. لا تقولي عنه أبي، هذا مو أبي. شو كل هالحقد والكره؟ تحسين شو عمل لك؟ خبريني،